بكم، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله عم بارطاجيو معكم واحد الاكلة صيفية خفيفة وشهية جدا، اللي عتكون يعني بمكونات بسيطة جدا، اللي عيكون عبارة على الهامبرغر وعلى كنتاكي على الطريقة الكورية. عيكون مقرمش لذيذ وجد رائع، وفي الحطة ديالو عتكون انيقة جدا. بالاضافة ان شاء الله عم بارطاجيو معكم المشتريات ديالنا من موقع كوري، لأول مرة عنشريو منه وبغينا نتقاسمو معكم هذه التجربة ونشوفو مع بعضنا واش هاد المشتريات اللي كتكون من المواقع كتكون صحيحة، وكيكون يعني نفس لاطاي نفس اللي كتاخدو في الكتالوج كيجيبوه لك ولا لا. خليكم معنا ونشوفو هاد الشي مع بعضنا، كنتمنى معكم منكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم مع احبابكم، وديروا لنا اللايك والابونيات وتبقوا معنا دائما. وكنشكروا الجميع اللي تابونا عندنا واللي خلى القناه تنجح بكم، لان القناه ديالكم ومنكم وانتم اللي كتنجحوها. خليكم معنا ونمشيو للمطبخ. ديال الدقيق، عندي الحليب هنايا، هنا الخميره عملتها مع الماء باش تفاعل، وعندي واحد المعلقه كبيره ديال السكر ومعلقه صغيره ديال الملحه. اول حاجه كنعملو الملحه والسكر، كنخلطهم مع بعضهم، ثم كنضيفو الماء والخميره. بالنسبه لهاد المكون ما قلتوش اللي هو الزبده، يعني كنخليوه في اخر مرحله، نخلطو مزيان، من بعد كنبداو نخدمو بيدنا. العجينة ديالنا تجمعت، كندلكوها مزيان، من بعد كنضيفو لها الزبدة. دابا في هاد اللحظة هادي غادي نضيفو لها الزبدة، الزبدة كتكون بدرجة حرارة المطبخ. كنبقاو ندلكوها مزيان حتى كيتجانسو مع بعض. بعد ما تجانست لنا الخليط كنجمعوه وكنوضعوه في شي مول، نغطيوه بلاستيك الغذائي، يعني ما كنحتاجو نضيفو له لا زيت لا والو. الطريقه وكنخليوه لمده ربع ساعه، يعني 15 دقيقه. انا بغيت نعملها معاكم هي الخبز ديال البرجر. كما كتلاحظوا هذا كنعملوه بلا فران بلا حتى حاجه، يعني العجينة أنا وريتها لكم مي كتخمر ربع ساعة كنعملوها على شكل كويرات بهذه الطريقة، كتولي كما كتلاحظوا هذه المرحلة هذه، يعني كتخمر العجينة وكورها وخليوها تخمر، نخليوها تخمر المرة الثانية بهذه الطريقة. عندي هذه الصينية صغيرة هكذا، كندي هذه الشفرة وكنحطها في الكارت ديالي. أنا من جيت نهزم يعني شوية فشوية لاحظوا بالنسبة لهاد مبقاو شادين، الحليب وعادي نرش عليهم يا السمسم يا الحبة السوداء. المهم هو هما راه عايز يقول لي ويتنفخو كيف كانوا، أنا عايز من جيت نهزم ونديرو هاد الحالة هكا. بالنسبة لهاد نعمل عليه الحبة السوداء، هذه
ديال المرحله الاولى ديال التن بالنسبه للطلب كاين كنشبروا ماكله بحال هيدا ولا طنجره تكون غامقه كنشبروا الملحه الغليظه ولا ديال البحر كنعملوها في القاع بهذه الطريقه كنعملوها في نار هادئه كنعملوها كتكون عندنا شبكه اذا كانت اقل من هيدا افضل بهذه الطريقه وكنعملوها هي بهذه الطريقه من بعد كنشوفوا مقله بحالها وكنعملوها فوق منا كتكون على نار هادئه انا غنشوفها غنحطها فوق النار هادئه يعني المده من نص ساعه حتى ربع ساعه وكنغطيوها بمقلات يعني تكون مقعره باش تخلي فين تنفخ مزيان وكتاخذ راحتها وكتجي بهذه الطريقه هذه ملي كنجبدوها كندهنوها بالزبده كما كتشوفوا كي كتجي رائعه جدا كنديروها بحال القوقعة كتولي بحال القوقعة وديك الصاب ديك الملحه كتعطي السخونيه هي اللي كتخليها تحمر الذهب بهذه الطريقه بالنسبه للبرجر ديالنا وبالنسبه للكنتاكي على الطريقه الكوريه هادو هما المكونات اللي عندنا يعني غنمشيو مرحله بمرحله وحنا مع يعني المراحل غنبداو نقولو شنو كنعملو اول حاجه غنعملها انا عندي هنا البطاطا هي اللي غتجبر لي الوقت يعني غادي ندير لها التوابل ونحطها في الفران عندي هنا المايزينا لا فلفله حمراء يعني بابريكا بالنسبه لهاد البطاطس يعني ما ندخلهاش في ما نقليهاش في الزيت غادي نعملها في الفران عندنا فلفل حار هاد جوج مكونات هما اللي غنعمل بلا ديما كيعجبني الفلفل حار طبيعي الحال بلا ما يعملو غادي نجيب سباتولا ولا ملعقه اي حاجه وغنخلطها مزيان من بعد غنعملها في اللاطه ونخشيها في الفران دابا غادي نحطها في اللاطه ديالي ونخشيها في الفران بطاطا مسلوقه كنعكها مزيان بهذا ديال البطاطا عملت ليها الملحه والابزار والكركم يعني اي توابل كتعجبكم ديروها بالنسبه لهنا غندير فخد الدجاج عملت الفلفل مع الزيت مع الكركم مع الابزار مع سكينجبير وعملت له شويه ديال الاوراق المنسمه اوراق سيدنا موسى طبيعي الحال واللورا طيبين مزيان بهذه الطريقه كنشحيد ليهم هذه الغبره يعني كنقي العظم في مره بالنسبه لهذا الكنتاكي على الطريقه الكوريه كتجي بنين ورائع يعني ومزيون للدراري الصغار لانهم يعني ما كيعتمدوش على اللحم لحم الدجاج فقط يعني كيكون فيه المكون اللي هو بطاطس ومن بعد كنهرسوه مع البطاطا مزيان حتى كيولي يعني على شكل عجين كنشدو هاد العظم ديالنا وكنعملو عليه هاد المعجون اللي عملناه بطبيعة الحال يعني لازم نستعملو يدين دابا مكاينش شي حل اخر بالنسبة للحجم يعني يمكن لكم ديرو الحجم اللي بغيتو صغير كبير يعني انا عندي غير ربعة الفخدات ففضلت نعملهم كبار بهاد الطريقة واللي باغيهم صغار يعملهم صغار بطبيعة الحال كنبداو نشكلو فيهم على شكل فخدة كنحطوهم حتى اختي
ديال الفخاد. دابا غنمرم في الدقيق، من بعد نمرم في البيض، ثم غنمرم في الجبن. هنا على الجبن عندي جوج انواع، الموتزاريلا والجبن الاحمر مبشورين. الدقيق دوزناها في البيض وعملنا هنا الجبن. في هذه المرحله كنزي نعملوها في الزيت، يعني عندي الزيت حامي في المقله كنغطسوها، يعني مجرد تاخذ لون ذهبي كنوليو نجبدوها. عندي طرونشيات ديال الدجاج بهذا الشكل هذا، هي القاقي غادي نشرملوهم. غنعمل لهم زبادي، يعني ياغورت طبيعي زيرو سكر. ثم غنعمل لهم التوابل. بالنسبة للتوابل يعني غنكتفي بالملحة والإبزار تعملو، اللي ما كيبغيش يعني ما كيهلاش. عندي هنا الكركم، ثم غنعملو زنجبيل. كنقومو بالتحريك ديالو جيدا، كنخليوه مدة ربع ساعة حتى نصف ساعة يعني تشرب هاد التتبيلة. ومن بعد غادي نرجعو مع بعضنا. دابا غنبداو في الكفته ديال البرك. انا عملت الكفته ديال الدجاج، عملت معاها فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر وفلفل حار. غنتبلها بالملحه، الابزار. بالنسبه للتوابل يعني كيبقى على حسب الذوق. بما انني عامله الفلفل الحار ما نستعملوش، نعمل زنجبيل والكركم. انا كيعجبني المذاق ديال الكركم. تمام، نرجعو مع بعض. بالنسبه لي انا الفلفله يعني انواع الفلافل يعني طحنتهم مع بعضهم في الميكسور. عطاوني هاد النتيجه. نشكلها، نعمل شوية دقيق من الداخل، ثم بالنسبة للحجم يعني كل واحد اختيار ديالو. بالنسبة للحجم بالنسبة للسمك اختيار شخصي. وعنحطه في المقلاة. اخر مرحلة كنوضعو في يعني الحديدة ديال بانيني. بعد ما قليت الكفتة ديالي حمرتها الحنيطة، كنعملها في علب الطاليني. عملت حبة في الألمنيوم على العلب الطاليني، من بعد غنضغطوها وكنخليوها هنايا بهالطريقة. الدجاج ديالي اللي متبل عندو ذوق دقيق، ونعملو في المقلة. وتا هو من بعد غنعملو في البلانشة ونعملو هاد الجبن هذا. المهم نتوما معايا وغنبقاو غاديين بمرحلة مر مرحلة. دابا المكونات ديالنا كلها وجدات باش نعملو البرجر ديالنا. غادي نبداو أول حاجة، يعني كما كتلاحظو العجينة ديال البرجر اللي وجدناها مع بعضنا بدون الفر كتجي يعني هشيشة هشيشة إلى أقصى درجة، كتجي غزالة. غنعملو أول حاجة هي البرجر، من بعد غنعملو المايونيز، نحطو المايونيز كيبقى داكشي اختيار.
اختياري عندي الخس هذا خس بلدي يعني ما كيكونش كبير كيكون غير صغير زعما انا عملت دجاج جبت شي بلاطو بالو باش نزلو شي كتي الدجاج عملتو الاله ديال البانيني وعملت فيه من الجبن من بعد يعني ديك عجبو البصل يعني البصل نعملو طماطم جات كتسلق ماشي مشكل ثم نعملو الكاتشاب كاتشاب عندي هنا هاد الصلصة اللي كنعشقها انا كنعدلها بيدي اللي هي عبارة عن حليب مايزينا نخليهم حتى كيعقدو شوية كنعملها من الاجبان التوابل بطبيعة الحال عندي الابزار والكركم تجي رائعة بطبيعة الحال الملحة نبدا من الوجه كان يخليها اكثر من هيدا زيت تعقد كنعمل لها الغطا ديال هي النتيجة ديالنا عملتو زينتو بالزيتون بهاد الطريقة عملتلو هاد العويدات هادا ملي كنشبرو يعني الوجا ديال الساندويتش مع القاعدة بالنسبة للفخاد ديال كنتاكي يعني على الطريقة الكورية كيجيو بهاد الطريقة غزالين يعني جربوهم وانتوما غتعرفو كنقدموهم جانبان بالنسبة للبطاطس اللي حمرتها في الفران يعني ملي كنخرجها من الفران كنعطيها واحد التحميره صغيره في المقله كتجي مقرمشه من برا من داخل رطبه كما كتشوفوا يعني رائعه جدا غنوضعوها في الجنب بطبيعه الحال وعرفوها مع مايونيز ومع الكاتشب هي النتيجه النهائيه ديالتنا كيبقى لنا يعني ديال الكفته حتى هو بنفس الطريقه كنعملو يعني الكفته اللي وجدناها مع بعضنا هي هذه كتجي يعني كندوزها في قلة الباريني على النبي كندوزها في قلة الباريني دابا لاحظوا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الطبق ديالنا كيجي بهذه الطريقه يعني عدلناه كيجي رائع جدا نتمنى تجربوا في البيوت ديالكم وعاد يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم هنا عملته بالدجاج ودابا غنعمل الكفته ديال الدجاج اللي عملناها مع بعضنا كتجي رائعه جدا ونتمنى تجربوها كما قلت لكم وبالصحه والراحه وديما خليكم معنا وصلوا على النبي عليكم وعلى المشاهدات يلا سلام عليكم دابا باش نبارطاجي معكم اول تجربه ديالي مع شراء بالمواقع وخصوصا الموقع اللي داير بزاف في اليوتيوب هو موقع شيء صراحه كارطونه يلا وصلت اليوم قلت علاش لا ما نديرش واحد اللقطه في الفيديو هذا ونبارطاجيها معكم وشوفوا الكاليتي ديالها مع بعضياتنا انا الصراحه ما عندي شي بزاف مع شراء في المواقع ولكن خطيبي هو اللي دعمني باش نشريها قال لي لا موقع زوين وموقع يعني بحكم انه هو قال لي شرا منها ديجا وقلت علاش لا ما شريتها انا منه وتحيه ليلو من هنايا دونك غنفتحها معكم وحده بوحده جهنا الكاس هذه هذه الجاكيت عساي نخليكم كاع التصاور هنايا هذا الجاكيت كانت اختي هو اللي طلباتو الجاكيت جا في البلو ماري كتشوف يعني مقدري صراحه زوين الكاليتي ديالو زوينه بزاف ماشي من ديك النوع يعني اللي كيتحبب اولا كاين هذيك الغبره عليها وشويه صراحه زوين بزاف ريحه جاكيت ديالك صبر ثلاثة جوج واحد هنايا عتاني كاين الحوايج اللي باقيين هنا كنظن كامل الاختصاص ديال الاظافر حيت انا
الناس اللي غيتبعوني ان شاء الله في اليوتيوب واللي شافوا الفيديو اللي قبل واللي كيشوفوني حتى في انستغرام عارفين بلي انني شي حاجه عندي العشق ديال الاظافر. دونك طلبت كنت هذه وجافيت ديال الاظافر مع ان كندير اكثر من طبقه ديال الاظافر هذه هادي اللي كنت قلبت عليها في طنجة كاملة كتبان ستيتوا ديال الطبيعة ديال الأظافر تجيب 3 بيس هادي البيس اللولية اللي كتكون فيها الطباعة يعني تجيب العجين متساويه كاين بزاف الاشكال هنايا نتايا نخليكم التصويره ديالها هنايا فاش تسعود يمكن صراحه زوينين بزاف علاش لا نديرو دي كيكات ثاني مع بعضياتنا ونزوقوهم بيهم وعاد يعني رخاصين في الثمن انا ما كنتش عاقله على لي بري ديالهم مي كلشي غنخلي لكم يعني في التصاور هادي هادي بغاسلي دلي سمعت بان يعني هادو ديال الشيء ما كيبيضوش كيبقاو يعني على السيفه ديالو ما كيبدلوش اللون ديالو واخا يعني حيت بلاكيور اكسسوار كيكحال يعني انا سمعت الفيديو ديال الناس كيقولوا ما كيجرى لهم والو حتى هي رخيصه زعما البري ديالها يمكن ما فايتش 30 درهم زوينه في اليد انيقه جو
هي الدبرين لي بانسو ماشي ماكينوس هذه لي بانسو هذه مبرد الادابتر يعني كتشبكيه يعني كامله فيها كل شيء هنا هادي ما عرفتش لسه ما زايدينها زعما باش نضف بها الدبرين هادو صراحه تاعي زيدهم هما اللي كيدير الجليل ديال البيديكور يعني الا بغيتي تفرغ البيديكور ديالك انا كنت اشتغل صوره ما عرفتش شنو هي هي يعني هذه التنظيف يعني باش تنظف بها يديك كل وحده حرشه على وحده هادو بيان سور غتكونو عرفتوهم كيدير بها خطوط على الضفرين ديالكم راه نخليكم الاشكال ديالك كيفاش كدير خلاص خيط رقيق كدير بها خطوط على الضفرين ديرو بيان سور حلقات باش نقول لكم هنا بزاف ما عرفتش شحال من لون ولكن بزاف شوفو كاين بزاف كاين هدا دوتشين تول أولا هدا هو تنقيط الأظافر نقولو قطايات يعني صغير كبير متوسط صغير قطايات بزاف كل وحدة جوج ديال لي كتير يا حب كتجي في ودن واحدة زيونة كتجي يعني طالعة في الودن يا حب هذه كانت جاتنا كادو يعني كادو من عند شي إن من تعدينا واحد المبلغ عطاو لنا كادو يعني شتيني انت هادي انا على حسب ما عقلي ينفعني ما كانش غب بوحديتها كانت معها شي حاجه اخرى ديك الحوايج اخرين فين مشاو ما نعرف المهم هادي ديال الشفرين راه عجبني الشكل ديالها هي ديال لي ماسك صراحة زوينة بزاف تبقى ما حيتش بزاف
تستعملوها مع بعضنا. كاين بزاف ديال لي ماسك ان شاء الله نبارطاجيها مع بعضكم. كاين هذا البول بزاف فاش كيكون شي ماسك بحال فايك زوف عام الوان كتبغي ديري في وجهك كيبدا يسيل اش كتعمل؟ اعملو هنا تعمل عليها هادي هادي كتنفخ كتولي ماسك كتابليكي على وجهك كتخليه المده اللي بغيتي تا كينشف وتجرب الوجه ديالو وكتزولو. انا شريت اصغر وحدين يعني عاد بغيت نجربو. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فيها عشرة فيها عشرة ديال لي كانت هذه هي اول كوليه خديتها من شيئين وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غنزيد نكوموندي معاه حيت الصراحه عجبوني هاد المره غنكوموندي من الحوايج حيت الصراحه الكوبون اللي جابت اختي عجبني بزاف. و اذا بيان سور لي زاكسيسوار كحال وغنزيد نبارطاجي معكم نقولكم بلي الحالات وهذا الشيء كامل غادي نخدمو مع بعضياتنا يعني المانيكور ان شاء الله. دونك غنخليكم واحد لقطه صغيره نشوفو واش هادي وهادي غيخدمو ولا لا. دونك كان هذا هو الفيديو ديالنا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وديما كنقول لكم اي حاجه بغيتوها بارطاجيوها معايا واي حاجه بغيتو تشوفوها كتبوها لي في لي كومونتير وانا تحت الامر ديالكم. شكرا بزاف سلامة.